مش مخفية من لما كانت أمي. مشاهدينا حنحكي اليوم عن جامعة الكفاءات، والكفاءات هي مؤسسة عريقة ويعني عمرها بيمتد لعشرات السنوات الطويلة. ضيوفنا لليوم نائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميدة كلية التربية بروفيسور مارسيل كوراسونجيان والأستاذ أمين مطر وهو نائب الرئيس لشؤون الطلاب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بروفيسور مارسيل رح نبدأ معك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. نحن بنعرف انه مؤسسه الكفاءات عمرها كثير طويل، انما يعني من جديد تحولت الى جامعه بتحوي عدد من الكليات. نعم. وعندها اختصاصات عديده، يا ريت بتعرفينا عنها اكثر. اوكي، في عندنا كليه التربيه. نعم. يلي هي بتخصص طلاب وطالبات في التعليم المختص، هيدا فرع اول، وفي فرع ثاني للتعليم الابتدائي والروضه. نعم. بالإضافة إلى كلية التربية في كلية العلوم التكنولوجية، وهي بتشتمل على فرع بيعطي إجازة بالمعلوماتية، وفرع تاني بيعطي إجازة بالإلكترونيك، وفرع ثالث بيعطي إجازة بالميكانيك. نعم. وفي كلية إدارة الأعمال يلي كمان فيها فرعين، عنا فرع أول اللي هو إدارة الأعمال والمال والاقتصاد، هي شهادة واحدة، وفرع تاني كمان اللي بيعطي إدارة الفنادق. نعم. وكلنا بنعرف على كل حال انه على رأس إدارة الفنادق عندنا الشيف رمزي اللي كل الناس بتعرفه. وجه له تحية، بقول له صباح الخير واشتقت لك. تسلمي. بعدين في كمان كلية الفنون يلي بتحتوي على فرعين، الفرع السمع البصري. نعم. وفرع هندسة الديكور. هلا اكيد بالنسبه لهالاختصاصات عندنا بنحضر للاجازه، وعندنا مشاريع ايضا لتحضير الماستر. نعم. ما بعرف اذا بتحبي هلا نكمل بهالاتجاه. خلينا نحكي قبل بس مع استاذ يعني امين عن يعني المميزات جامعه الكفاءات، شو بتختلف عن غيرها من الجامعات اللي كمان عندها كليات عديده واختصاصات متنوعه، شو بيميزها جامعه الكفاءات؟ نعم. الميزه الاولى بجامعه الكفاءات هو المستوى التعليمي العالي. نعم. بوجود اكاديميين معروفين واخصائيين مشهد لهم بسوق العمل، مختبرات حديثه ومتطوره، وخاصة البرامج التعليمية يلي طورناها مع جامعات أجنبية مثل جامعة فرانش كونتي وجامعة مارسي بفرنسا والمؤسسات والصناعيين اللبنانيين، لأنه شعار الأيكيو جامعة الكفاءات هو تعليم جامعي لعالم واقعي. يعني لازم التلميذ يكون عنده المعرفة النظرية اللي بتسمح له أنه يكفي دراسته